إلى الشارع مجدداً، رفضاً للتمديد لمجلس النواب وللمطالبة باعتماد النسبية، شعاران جمعاء أحزاباً وطنية وعلمانية، فتداعى أنصارها للوقوف بوجه عجز السلطة. فالقوى السياسية لم تنجح بعد بالتوافق على قانون جديد للانتخابات، ومصير المرحلة الضبابي لا يزال على حاله. وبالحقيقة اليوم في حالة اعتراض لمكونات متنوعة حول عناوين أساسية ثلاثتها بتعبر عن أزمة النظام الطائفي والمذهبي بالبلد، وعن فشل هذه السلطة وعن فشل هذه الدولة. هذه السلطة وصلت لأعلى مراحل إفلاس السياسي، تمديدين قبل هلأ، مجلس نيابي له من 2009 8 سنين يعني مجلس نيابي، في فئة كبيرة من الشعب اللبناني، كل اللبنانيين اللي عمرهم تحت 29 سنة بعدهم مش مقترعين بحياتهم. من مناطق لبنانية مختلفة وتحت أعين القوى الأمنية يردد المتظاهرون شعاراتهم. ما بدنا التمديد، بدنا قانون النسبية، هذا المجلس غير شرعي، بدنا حرية، بدنا ديمقراطية، بدنا انتخابات نيابية مستقلة. أكيد نحن ما رح نطلع من الشارع إذا مددت السلطة لنفسها أو أقرت أي قانون من القوانين المتداول فيها أو قانون الستين حتى. قانون انتخاب عادل قد يكون المطلب الأهم، لكنه ليس الوحيد على لائحة طويلة من المطالب الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يطالب بها أصحاب الحقوق. يرفض من قرر النزول إلى الشارع اليوم التمديد لمجلس النواب ولو ليوم واحد. أحزاب وطنية وعلمانية وحراك شعبي كلها تطالب بقانون انتخابي عادل يعتمد النسبية وينقل لبنان إلى دولة المواطنة. أحمد عبد الله، بيروت، الميادين.